السلام عليكم. الناخب الوطني اليوم أعلن على قائمة المنتخب القائمة اللي تضم 27 لاعب من أجل كأس إفريقيا 2024 الكوديفوار. ريت الحلقة اليوم مانيش نحكي فيها على حنابا، أما مش نخصص له اليوم حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين حلقة. علاش؟ لأنه اللاعب هذا مظلوم، والكلام اللي قاعد يتحكي عليه ما ثم حتى شيء منه صحيح به. لذا اللي يشوف نشوفه مع بعضنا قائمة المنتخب اللي ضم 27 لاعب، تقول قائمة متوازنة، نمشي معك. تقول بنسبة 95% هذوكم من خيرة الملعبية التواصل متواجدين حاليا في القائمة. لذا جونا باهي، جونا ماهوش باهي، جونا ماهوش باهي. أول شيء سيطرة كبيرة من القرارة متاع المنتخب على المنتخب وعلى الناخب الوطني، وهذا باش يأثر على القرارات متاعه في الـ في الـ في الكار. هذه نقطة. نقطة أخرى ما ننساوش أنه حتى لو كان نشوفوا فيها القائمة متوازنة وخيرة الملعبية متواجدين فيها، ما ننساوش أنه ما عدناش مدرب في قيمة الحدث. نحبه ولا نكرهه، نحب ولا نكره، راهو جلال القادري ما عنده فين باش يوصل الكأس إفريقيا. ولو كان زعمة تأهلنا للدورة الثاني، طبعا ليش الملاعبية وقت اللي يكونوا ألاز ومرتاحين ويحسوا في رواحهم هما اللي شادين المنتخب، رم يعملوا اللي يحبوا عليه. تشوف انت حاليا الملاعبية في الأندية التونسية في النادي الإفريقي وفي الترجي الرياضي وفي الإتوال وفي السي اس اس، كيكون ثم ضغط كبير مسلط عليهم من قبل الجماهير، حتى مهما كانت قيمة اللاعب ما عنده ما يعمل، ما عنده ما يعمل. اللاعب يبدا خايف، اللاعب يبدا متخبي، ماذا بيه ما تجيهش الكوره. بينما الملعب التونسي اللي الموسم الحالي بوجه قاعد يظهر فيه ممتاز، الملعبيه بتاعو في فورة كبيره. علاش؟ على خاطر وصلوا النيفو، فرحان بهم الجمهور على الاخر، حتى كي يخسروا باش يصفق عليها من الجمهور. اللاعب يعمل اللي يحب وما يخافش، تمشي معاه الكوره. الاخر يجي يعمل حاجه يتفكر الجمهور ويتفكر السبان ويتفكر ويتفكر ويتفكر، يرجع يخاف، ما عاد ينجم يعمل حتى شيء. نفس الشيء في المنتخب التونسي، هذوما الملاعبيه لو كان وصلوا يقدروا يعملوا حاجه مش من جلال القادر، على خاطرهم هما ملاعبيه ألاز ويحسوا في رواحهم يعملوا اللي يحبوا عليه، وما ثم حتى حد يضغط عليهم. ممكن تمشي معهم الكوره، اما بالطريقه هذه مرة تمشي معاك واثنين تمشي معاك، اما مش تقعد ديما تمشي معاك، على خاطر وقت اللي تحب تمشي معاك. الجو العام في المنتخب يزم يكون خارق للعادة، وكيف كيف عندك مدرب قروم، مدرب في قيمة الحدث وفي قيمة كأس إفريقيا. نجيو حاليا للقائمة، وباختصار انا باش نحكيو على خاطر عندي حلقات ما اهم برشا من حلقة اليوم. في حراسة المرمى بشير بن سعيد، معز حسن التكة على جنب، نورمالمون ما يعيطولوش جملة واحدة، يجي في بلاصتو، يجي في بلاصتو امان الله مميش، وايمن دحمان هو الحارس الاول للمنتخب، يحب اللي يحب ويكره اللي يكره، على خاطر رجع لمستواه. والحارس هذايا صراحة شخصيته قوية برشا واقوى منهم الكل، على خاطر وقت اللي بعد المقابلة الودية ضد المنتخب البرازيلي اللي كلا فيها خمسة وفي البلاتوات كلها، لا اشتر الاهداف من ايمن دحمان واشتر الاخر وهذا الهدف هذا يتحمل مسؤوليته والاخر ما يتحملش، خرج ايمن دحمان قالهم كل ريت الخمسة بونتوات نتحمل انا المسؤولية فيهم. تشوفوا الكاس العالم اللي قدمها ممتازة وخارقة للعادة. كيف في التسعة الأهداف اللي قبلهم ضد الهلال ولا النصر ولا الأهلي، خرجش قال تسعة أهداف أنا كنت نتحمل فيها المسؤولية متاعي. من بعدها مباشرة شفناه زوز مقابلات ما قبلش فيها أهداف، مقابلة اللي بعدها واحد واحد عدى مقابلة محترمة، والمقابلة الأخيرة قبل فيها أربعة أهداف وكان رجل المقابلة. شخصيا رجعت للملخص وتفرج فيه، صراحة عدى مقابلة كبيرة، يستحق يكون الحارس الأول للمنتخب، ما ثماش كلام. بالنسبة لخط الدفاع متكون من تسعة ملاعبية، منتصر الطالبي، أوكي، ياسين مرياح قاعد مدافع أساسي في المنتخب، أوكي تعدى على روحه ولو أنه ماناش مقتنعين به نسبة كبيرة من جماهير المنتخب، علي العابدي، أسامة الحدادي، حمزة جلاسي، علي غرام، يان فاليري والزعلوني متاع النادي الإفريقي. شخصين ما ثميش علاش باش نعيط للزعلوني ونخلي يان فاليري. الزعلوني ما كعيط له تربص الفارط، ما جربتوش في الموضوع. المشكل مش في الزعلوني، المشكله في الناخب الوطني اللي يحرق في الملعبيه.
نقطة ونرجع للستر. كي نجي نشوفه مع بعضنا الأيام فاليري قاعد يقدم في مستوى كبير مع فريق وانجي اللي نجم قوله من توى الصاعد حديثا أو العائد حديثا للدرجة الأولى الفرنسية. كل مقابلاته أساسي 90 دقيقة، مقابلات ممتازة، أهداف، تمريرات حاسمة. لذا ما ثماش علاش باش ما يكونش متواجد في قائمة المنتخب التونسي، وعادي جدا حتى يكون أساسي على وجدي كشريدة وعلي معلول. الله غالب عندك الشاردي لاعب لافال متواجد في الدرجة الثانية الفرنسية، العودة الكبيرة والمستوى الكبير اللي ظهر به علي معلول الفترة الأخيرة في كأس العالم ممكن هو السبب الرئيسي انه ما نلقاوش الشاردي في قائمة المنتخب. علي معلول قدمت مستوى كبير مع النادي الأهلي، الناس الكل فرحت، الناس الكل فرحت انك انت هداف في كأس العالم. خوي ريتو هذاك مش قولك شوي، هذاك حطه في المنتخب، ماكش مش تحطه في المنتخب راش تلقى الانتقادات زادة كيف كيف، ما ثماش اكلام، ما ثم حتى حد فوق راسه ريشة. هو الخط الوسط المتكون من 7 ملاعبية: حسام دقاع، حمزة رفيع، عنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، الياس السخيري، محمد الحاجة محمود. وسط ميدان نوعا ما متوازن. ممكن سامحوني ثم اللي يقول لك وين هو سامي شوشان، حنا بعد مش نحكي عليه. سامي شوشان ملاعبي مازال صغير، ممكن هالملاعبية اللي تشوفهم هذوم الكل في وسط الميدان ممكن عام اخر يهرب بهم هروب ويولي هو اللاعب الاول في وسط ميدان المنتخب التونسي. مش مشكل شخصيا تمنيت انه يكون متواجد في القائمة، وبعد بيني بالروح كي نجي نشوف نلقى الناخب الوطني قدم له مرة دعوة في تربز والاثنين ملعبش مع المنتخب التونسي، مش قاعد يلعب مع فريقه برايتون. مش مشكل مسابقة في قيمة كأس افريقيا، المستقبل مازال قدامه. لكن بعد كأس افريقيا وبعد ما تم إقالة الناخب الوطني جلال القادري اللي بحول الله بنسبة 100% باش يتنح، وهاي الأيام بيناتنا وهاي مرشوم، وهذا ظهر لي منا نتمناه. وبعد ما يتنحى يلزم هالملعبية في قيمة سامي شوشان واللعبية الشبان، يلزم من هنا فصاعدا يكون عندهم مكان في قائمة المنتخب التونسي، ونبدأ بشوية بشوية نجربوهم من أجل المستقبل. المستقبل من نجم كان يكون كأس العالم 2026 أمريكا مكسيكا كندا. نجي والخط الهجوم المتكون من يوسف المساكني، هيثم جويني، طه ياسين الخنيسي، سيف الله الطيف، بسام الصرافي، نعيم سليتي، مرتضى بن وناس، والياس العشوري. يعني اللاعب اللي عارفين مش تتقدم له الدعوة وبشي مسحوها فيه والياس سعد توا تحكي معناته ويقول لك خويا راه هو فريقه محبش وهو اعتذر. كيف حنا بعد المجبل هو ما يخدمه خدمة يزمنا نفهموها، انت يخدم لك خدمة باش يخلي الملاعب يعتذر يدقدقوا ويحطموا ويذلوا في المنتخب للي لزوا يعتذر. وقت اللي يقول لك نعتذر يمشي نقز عليه ديرك هو اعتذر، هو لا اعتذر، احنا راهو ما عندنا حتى دخل، خليها تيت تيت مع جمهور المنتخب التونسي. وهذا هو التكامبين صحيح، لكن للاسف شديد التكامبين نتاعكم هذايا، احنا المخرجين نتاعو، احنا اللي كاتبينه، ما عندكم فين تمشيو، ما عندكم ما تخبيو، واضحه الحكايات الكل. ثم اللي باش يحكي على بسامه الاصرار في على الجانب الايمن، كي تجي تشوف بسام اصرار دي شكون باش تلقى معاه؟ باش تلقى معاه نعيم السليتي. هما نعيم السليتي ما همش راضين به. نعيم السليتي قال لك المستوى نتاعو حاليا ما عادش يخول له يكون متواجد في المنتخب، ومع هذا تواجد في المنتخب، هذا كان يدل على شيء، مش يدل تواجد بسام الصرارفي في المنتخب انه صاحب امكانيات كبيره برشا، لكن كان يدل على شيء، يدل على تواضع الجانب الايمن في المنتخب التونسي، وهذا السبب الرئيسي لتواجد بسام الصرارفي. لانه بيناتنا لو كان نجي نشوفوا الملاعبيه الموجودين على الجانب الايمن تلقى بسام الصرارفي كان مش الاول الثاني، لذا يستحق انه يكون متواجد في قائمه المنتخب التونسي. غياب حمدي العبيدي عادي على الاخر في مباراه النادي الافريقي الاخيره اللي هزم فيها من ملعب تونسي، قلت راه ماهوش باش يكون موجود حمدي العبيدي، وامر عادي على الاخر على خاطر حطمو سعيد السايبي لا اكثر لا اقل، والناخب الوطني ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا، بل بالعكس هو يستنى فيها ويتمنى انه حمدي العبيدي يتحطم باش ما يقدملوش الدعوه، على خاطر وقت اللي كان يمر بمستوى كبير تربص له ما عيطلوش، الثاني ما عيطلوش،
عندوش وحتى كي عيط له لعب ودرج ما نجيوش توا نبداو زعما ما عندوش حتى دخل. عندك دخل غير مباشر في عدم تواجد حمدي العبيدي وممكن مهاجم كنا نتصوروه ونتبناه انه يكون مهاجم كبير مهاجم غول في المنتخب انت وسعيد السابي سبب في تحتيم. وحلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه البياري بتبقى كمش يقولكم تحيه تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.